السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. هاد الخيرات تنوريو الجالية المغربية والناس مولين المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. بالتاريخ 11/2/2024 بدينا عند الحاج مصطفى هنايا في السوق الاسبوعي بسطات. تيعمر حد غادي نهضروا معاه، هذا عنده الحوانت في مدينه سطات، واللي تيخدم في السوق الاسبوعي بسطات تيعمر حد بالخضره واللحم. ضرفات الحاج مصطفى راه عندو الحوانت لا في طريق ولاد سعيد وطريق بن حمد، الطاكسيات بن حمد. راجل ضرفات وراجل قديم ومعلم ونعرفوه من زمان، عندو حاجة مليحة. بقرقلة عليك عاد كاين تاني عندك ياك صافي وشحال تقريبا تكرتي ليا هاد كلفات 16 ولي عبر خاد اللحم ب 14.50 اللي باش تباع اللحم هنا في السطات وتباع ب 14.80 لو واحد راه حلق فيه ب 14 هذاك خسروا فيه شتيه هذا راه معلم كان يبيع شريف الثور الجزائري وكزار وعندو الحوانت في مدينة سطات تيقول لنا المقرة غالي وبشحال غتبيعوه اليوم؟ 16 وفي الحانوت؟ 16 في الحوانت تا هما 16 في الحوانت توك جي الطاكسيات تو بن حمد أو قنطرت ولاد سعيد بروك الطاهيري دابا حفظتو وهذا تاكو يحط حدا قديمة؟ قديمة ايوا راه في كيسر ما تندويش معاه حتى اليوم والله ما كيدوي الماية واخا نهار الجمعة دويتي نهار خميس شافوني الناس راه دويت شي كلمات اجاه اجاه كنت معود سميني اجاه وشحال بعتي الشي اليوم؟ 16100 مخلط 16100 مخلط وكبدة والقلب شحال؟ 2600 وهاد التقالية شحال دايرة؟ 30 درهم مخلطة وحدة شحال؟ وحده قول 40 45 قول 40 35 قول 35 وهاد الحمر راس شحال 60 درهم 60 درهم 60 درهم هادي قناة الزيتون المرجان تاع الحريفي كيما تشوفوا هنا في السوق الاسبوعي بسطات هاد الخيرات تنوريكم هادو الحباب تونا وقول لي اللي بغا وحده شحال دير ليه؟ شنو هو؟ الحم الراس. الحم الراس واخا تاب 70 درهم ما يسلكش بوحده. تاب 70 درهم ما يسلكش لوحده، تاع هذا الرجل كسار في هذا الشيء تاع الدوارة تاع تقالية والحم الراس وتوا قديم توا تنعرفوه من زمان. هذا مراد توا صاحبنا هنايا في السوق الأسبوعي بسطات توا لحد تيعمر هذا السوق. كيفاش تشوفوا تا مراد عنده هاد الخيرات تا التقليه والحم الراس وهاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين والشد وهاد نسولوا على الاثمنه هنايا في مرحبا الضرافات مراد الضرافات وعندو حاجه زوينه كيما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان. تبارك الله على سي مراد نهار زين مرحبا وفرا حسن ما تيجيش معاك هنا حسن غير مسوفر واخا مزوره حد مزوره آه. مرحبا خاص من زره فارقي ولا بلاقي زجره ايوا ما كتبش كتاب اليوم توما قول لي اخويا شحال بعت ديال الكعوه هاد الكعاوي 60 درهم الكيلو ولحم الراس تاو 60 درهم مخلط وحده شحال 70 درهم والتقليه شحال درتي لي اليوم 30 درهم مخلطة وحدها 700 800 على حساب الراجل كيفاش غلقاو ها هو باقي عندك وحدها ياك بالك شي واحد دفع لي رعواني ياك مرحبا واخا سير على الله تاسير تابقى عاسير وهاد الشيب شحال 80 درهم
القلب 2600. كبده القلب 2600، عندك ثمن زوين كبده القلب ب 2600. ياك ما تزيدش على الناس، وهذاك المخيخ شحال داير؟ 30 درهم. الخيرات في السوق الاسبوعي ب 16، تنوريوها لجميع المشاهدين. 100 درهم قد قد. ديري هذي. هيدي مرحبا بك. الحاجة غورنا عليكم. انت الحاج كبير، انت الحوالد هنا في مدينة سطات وتخدم في السوق الاسبوعي بسطات. شحال الحاج كبير؟ 80 درهم باش تبيعوا هنايا في السوق الاسبوعي بسطات. السوق الاسبوعي بسطات تنوريه لجميع المشاهدين. تكون في 94 ويني عندو الحوالد هنا في مدينه سطات، عندو الحوالد في مدينه سطات. راجل قديم، راجل معروف هنايا. خلي عندك فلوس. لا لا خلينا نخصص الطرف، بغا يدوز خصري دخلك بالله. سير قرد لي قرد لي قرد. مرحبا مرحبا، غادي يبان معاك. انت عندك جوج ونص، شحال بعتي لي لحم الراس؟ 70 درهم بوحدو. والتقالية بشحال بعتيها؟ مخلطة. وحدة شحال؟ وهذاك واحد مخلط شحال؟ لحم الراس؟ 60 درهم. الشيت شحال؟ 80 درهم. كم داو القلب؟ كم داو القلب شحال؟ كم داو القلب؟ ايه 2800. ام عادي؟ اييه. واللي بغى الصدر شحال؟ الهبره 60 درهم. الهبره 60 درهم. حاجه مليحه. ديما انت تكون هنا. ميزان ويدي معاه. ميزان ويدي معاه. اييه. تاع الضو ولا السلسله؟ كاينه الضو ما كايناش شي نويه. واخا الله يجيب تيسير. وهذوك القشاوش شحال تبيعهم؟ الشاوكه 40 درهم. 40 درهم. واللي بغى الكبده وحده؟ ما نخسروا لي زحل. شحال؟ بحال بحال. في عرش. سير حدا حسن حيت كاين الناس. مرحبا بكم اولاد السطات. مرحبا سي حسن. حاجه مليحه وجودها. شنا الحليب مابقاش بور. لا هذاك المليح كاين. ولا ما جيتيش بكري؟ من هنا من هنا من هنا. باش هادشي اللي. من تما. احنا راه كنا جايين. ها ما. دير ليا كثر ليا الريا. مرحبا بكم عند اوكيس. بشحال اوكي؟ بشحال بعتي هادشي؟ شحال هي 600. 600 بخلطة. خلطة ها بحالك ها. وواحدة شحال؟ واحدة 40 درهم. وين راه مقاسل على جيدي تعطلت يا بو الزيتون. وسير على الله كلشي زين. عطلت كانوا ثلاثة. ولحم الراس بشحال بعتيه؟ 1200. مخلط. مخلط. ووحده؟ 70 درهم. لحمة حمراء. والشي بشحال؟ الشي 70 درهم. الشي 70 درهم. 2600 فرق. 2700 كيف دوك واخا ديالنا فينا. مرحبا كليان ديالنا زوال ديالنا. والله العظيم كاين شي حاجه هاد ولا كاين الفيديو ولا ما كاينش؟ ديما مبرع ياك. دابا كاين شحال انا السواق؟ انت بنت يكون نهار الحد هنايا. مرحبا السوق اسبوعي. انا ابي الخونه تا هو ولد سطات. مرحبا دوري جي تا هو معك. سولي تا هو قول لي كيف داير. ولا انا تا نعرف راه قناه الزيتون المرجان راه تاعت الحريفيه ماشي هي. تبارك الله على السي حسن وصافي. ياه السوق صافي. مرحبا. حمراء 12 ما قدام لي ذا هاي. ناشط؟ وبشحال تبيع هادشي اليوم؟ 15 16. هذا تو راجل قديم هنايا في السوق الاسبوعي ب 16. السلا غالية يامس. هاد السيمانة كاع دايزة غالية. السيمانة جيدة غالية. شو سيمانات زايدة في الغلا. تبقى راجل قديم هنايا كيما تشوفوا تيكون حتى في خميس بالرحال أو جمعة قيسر أو هاد أسواق حتى الاثنين ولا بوزيري تتمشي ليها حتى الاثنين. وعلاش ما تتمشيش الأربعة ولا 90؟ راحة تبارك الله عليك المعلم. قلت لك 15 16 باش تبيع. الله يجيب التيس. هذا تبقى راجل قديم هنايا في السوق الأسبوعي ب 16. ديما تيكون هنايا. ديما نقول ملي كان السي وعز الله يرحمه مسكين. الله يرحم جميع المسلمين. وشحال الخيرات اليوم؟ شوف لحم الراس 60 درهم. 60 درهم مخلط. لا تقول. واللي بغاه وحده؟ 70. 70 درهم. والكاري ديال المعني.
مع جيب الكول كبير العام وقول لي جاب وهاد قال لي بشحال بعتيها 30 30 بخلطه خلطه واللي بغا وحده 40 والشي شحال شي ما بقاش شي فيه وفيه فيه وفيه ورينا كل حاجه وهاد كل حاجه وبوحدها الكبده والشحمه وري 100 درهم اييه خلطه شويه 1600 كبده البراح 2600 تبارك الله عليك الله يجيب لك التيسير والعماير فين باقيين؟ تباعوا اخويا شحال كان؟ هنا ما كنديوش هنا ما تيديهم كسير؟ لا كيديهم كسير كيديهم رباط اييه ما تباعوش ياكم شحال بعتوهم انتوما؟ انا ما خويا 8000 8000 تيشري الغلط ويشري حاجه مليحه الله يجيب